واللي يرحم والديك يا بنت الحلال. تكفي ابوس ايدك فكينا من السالفه. موافق تشتغل معنا؟ ابى اشتغل معكم بس تكفين صرفيها. اوكي. الو اختي، يعني بصراحه انا ما اعرف راعي الجوال هذا، انا لقيته طايح بالشارع. كذابه. وشو؟ ما اسمح لك تقولين علي كذابه. الا كذابه وستين الف كذابه يا خطبه الرجاجيل. وش درى اني انا خطفتك؟ واللي يرحم امك وابوك. قفلي السالفه تكفين. لو سمحتي يا اختي، يا ريت تتكلمين باسلوب احسن من كذا. انا الجوال لقيته طايح بالشارع والحين بروح احطه في المكتبة اللي جنب بيتكم. اوبا، وش جرك وين بيتنا؟ ها؟ وش فيه؟ جبت العيد. جبت العيد؟ ام حق اجنت والله. المهم عاد لقيت الملعب ونسيت الجزمة حقتك، البوت حق الرياضة. فتقبل في مقاس، يعني مو تتشرط عاد. انت تقدر تدبر نفسك، الحكم هيبة. حكم الراية اي ظرف قدامه ممكن يتجاوزه. شوف، اهم شيء انك تربطه عشان اناقتك وقدام الناس وبرستيجك ما تطلع ناقص. البدلة هيبتها تكون مشخص. والمشي عاد الله يدبرها، يعني عادي في الاخير تيل ومشي امورك يعني انت وياه. يعني شوف، ركز معي. يعني اهم شيء يعني انت واقف حاول انك تغطي الموضوع، يعني انه مو شرط عاد توقف، خليك برجل واحده ان بغيت. ما اتوقع، ما اعرف. بس ندخل في الدرس اللي بعده، هو المهم. هذا كله خرابيط عادي، حكم حافي. الدرس المهم يقول لك اذا كنت تلعب في مباراه واللعب كله في الجهه ذيك وانت قاعد في خطك هناك ما حد حولك، وش تسوي عشان تكسب الجمهور وتخلي الجمهور يتابعك والناس تحبك؟ تسحب الكاميرا في نفس الوقت، الاضواء حلوه. اعطونا وجه يا ابوي، تعالوا العبوا هنا شوي. ايش الكلام؟ تعال هلا، معليش. كيف الحال؟ هلا. يلا يلا، شيلوا شيلوا شيلوا، يلا. ايوه 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 ايوه. الله. طبعا يا اخوان، اللحظه هذه حزينه مره، وانا صراحه يعني ما ودي اقلبها هم في نهايه الدوره، لكن لما طحت هنا تاريخ حياتي كله شفته في لحظه. مرت خبراتي وملاعب والمباريات والاشياء الكثيره والغلطات التحكيم، ايام ايام ايام، تاريخ مر قدام عيني. ففي هذه اللحظه قررت اني اسوي الدوره هذه. ليش؟ ليش يموت الخبرات تندفع؟ فابغى واحد، ما ابغاكم كلكم، ابغى واحد منكم يشيل عني الرايه في يوم من الايام، يقول استاذي يوسف. المهم تشرفت فيكم وسعيد، وعسى ما طولت عليكم. اي واحد عنده سؤال تفضل. صديقي ما يعرف عربي. ايش؟ ما يعرف عربي. طيب اذا ما تعرف عربي وش مجلسك انت؟ وبعدين انت ما تعرف عربي لحالك، لا تكلم نيابه عن العالم يا اخي. انا من اليوم اتكلم عن التحكيم، ما تكلمت عن نفسي. تفضل تكلم عربي. وانت ما فيكم ولا واحد يتكلم عربي؟ ولا واحد يتكلم عربي؟ ساعتين وانا قاعد هنا بربر والبس جزمه ضيقه وناقز، في الاخير ما فيكم اللي يتكلم عربي؟ طيب وش مجلسكم يا اخي؟ هذا نفر برا، اقول شيل الكرسي. الله يشيلك انت وياه. في الشر مو عليكم، الشر مو عليكم اخي. اشو انكم ما تتكلمون عربي لاني فضحت باسرار المهنه وقلت اشياء كثيره ما تنقال. على العموم السلام عليكم. سماعات مش طالع. تبون مويه اشربوها؟ انا ماشي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم.